مساكم الله بالخير، حبيت بالشركة ما طلع عندي كورونا، ولكن عندي بكتيريا. البكتيريا هاي ماكلة الرئة الشمال، ادعولي لأن لا أعرف العلاج ولا أعرف شو بيقدمولي ولا أعرف شو. ما أدري إذا حد يعرف يقدم لشيوخي وتاج راس بنتكم. الفنانة الإماراتية بدرية أحمد نقلت إلى أحد المستشفيات آثار تعرضها لواقع صحية خطيرة خلال الأيام الماضية، ما زالت حتى اللحظة تركض على سرير الشفاء في أحد المستشفيات، ونشرت فيديو توضح حالتها وتطلب من الشيوخ الإماراتيين أن يساعدوها في العلاج، وتطلب أيضا من الجمهور الدعاء. مشاكل حادة في التنفس وسعال مستمر، ونفت الفنانة بدرية أحمد إصابتها بفيروس كورونا أو متحور أوميكرون. تعاني من عدوى بكتيرية مستقرة في الرئة، حيث تسببت بضرر كبير في الجهة اليسرى لرئة الفنانة الإماراتية. الحالة خطيرة ولا تعرف طريقة العلاج لهذا المرض حتى اللحظة، ربما هو مرض نادر أصيبت به الفنانة وتطلب المساعدة. بدأت مشوارها الفني عام 1989، كما أنها تزوجت من شاب ممثل وانفصلت عنه لاحقا. أنجبت 3 أبناء وهم أحمد وشيبان وعيسى. في 2018 أثارت الفنانة بدرية أحمد الجدل بعدما قررت ارتداء الحجاب، وبعد مرور 5 أشهر قررت خلعه. أما الآن فهي في حالة مرضية خطيرة وتركض على سرير المستشفى ويتدلى أنبوب الأنف على وجهها. للأسف الشديد مرض خطير، بكتيريا أصابت رئتها وتسببت في تآكل الجزء اليسار من الرئة، والحالة لا يعلم عنها إلا الله. وأوضحت بدرية أحمد أنها لا تعلم حتى الآن كيفية العلاج.